رجعنا لكم مرة تانية الهواء مباشرة، وخليني أقول إن حفاظنا على تراثنا وحضارتنا وأثرنا طبعا مش محتاجة إن أنا أقعد أقول إن ده واجب علينا، وإن إحنا المفروض نحافظ على تراثنا وتاريخنا وحضارتنا والكلام ده كله. يمكن من خلال نهارك سعيد عملنا فقرات كتيرة جدا 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 عن أثرنا المهملة وأثرنا المهمشة وفكرة الحفاظ عليها إزاي، والواحد بيبقى بيزعق كتير جدا جدا جدا، نفسه كلامه يوصل للمسؤولين، يوصل كمان نفسي كمان كلامه يوصل لجيرانه واهله واصحابه والجهات المعنيه كمان بالحفاظ على التراث والحضاره. بجد في بلاد كتيره جدا بيبقى عندها شويه طوب، بس شويه طوب فعلا بيعملوا حواليه سور وبيبقى ده مزار سياحي، لكن احنا بقى اللي عندنا حضاره اكتر من مش عايزه اقول 7000 سنه عشان الكلمه بقت كليشيه قوي يعني، بس عايزه اقول ان احنا حضارتنا حضاره قديمه وحضاره عميقه وفي نفس الوقت حضاره اصيله، ففكرة الحفاظ عليها متهيألي واجب على كل واحد فينا. فعشان كده النهاردة معانا جمعية الحفاظ على التراث، هنتعرف عليهم وهنتعرف هم كمان أسسوها إمتى وأهم بنودها كمان، مع مهندس ماجد الرعب وهو رئيس الجمعية. صباح الخير يا فندم. صباح النور، صباح طيبين. وحضرتك طيب، ميرسي. خلينا في البداية نتعرف على الجمعية، جمعية الحفاظ على التراث، ومعرفة نشاطها وإمتى أسستوها كمان. جمعية المحافظة على التراث عمرها 9 سنوات، تأسست 6/6/2006. حاليا بتضم حوالي 650 عضو. نقدر نقول ان كلهم بيجمعهم حب التراث المصري وحب الحضارة المصرية. عندنا تنوع كبير جدا سواء في الأعمار، يعني احنا عندنا أطفال وشباب وكبار ومسنين. لو حد عايز يكون مع حضراتكم يا فندم او ينضم ليك، هل في صفحه على فيسبوك؟ طريقه التواصل ازاي؟ احنا طبعا في صفحه على الفيس اسمها اصدقاء جمعيه المحافظه على التراث المصري. ده جروب مفتوح، كل اللي عايز ينضم للجروب بنعمل له اد. الجمعيه مقرها 24 شارع مدرسه التوفيقيه، متفرع من شارع شبرا. طبعا بنستقبل اي حد يحب ينضم لينا او يحب يشارك في انشطه الجمعيه. احنا طبعا الجمعيه ليها انشطه كتيره هنسردها مع بعض. خلاص يا فندم. هي ايه الاهداف الاساسيه اللي بتقوم عليها جمعيه الحفاظ على التراث؟ جمعيه المحافظه قامت على اساسين او بندين مهمين جدا. اول واحد هو اهميه التعريف بالتراث المصري، ده مهم جدا. تاني حاجه تنميه الهوية المصرية، إني إزاي أحافظ على الهوية المصرية وإزاي أخلي شبابنا يبقى منتمي لهذه الهوية، بيحافظ عليها، بيفتخر بيها. صحيح. الحاجتين دول مهمين، ولو فقدناهم فقدنا كل حاجة. صحيح. عشان كده الجمعية من خلال البندين دول أو الهدفين دول بتعمل أنشطة كتيرة جدا علشان تعرف بالتراث، طبعا ده نمرة واحد. وتاني حاجة عشان تدي فخر لكل واحد انه لازم يفتخر انه هو مصري، لان مصر هي مهد كل حاجه. صحيح صحيح فعلا. طبعا لو انا اتكلم فعلا عن الانشطه اللي بتقوم بيها الجمعيه، احنا عندنا انشطه متعدده. احنا عندنا رحلات لكل المناطق الاثريه، وبنركز بالاكثر على المناطق الغير مطروقه اللي ما حدش يعرفها وما حدش راحها قبل كده. بنعمل ندوات، بنعمل مؤتمرات، أصدرنا كذا كتاب بالتعاون مع المجلس الأعلى للثقافة. حاليا للعام الثالث على التوالي بنعمل حاجة اسمها صالون المحروسة، ده كل يوم ثلاث في مقر الجمعية، بيبقى 7 مساء. صالون المحروسة بنجيب كل أسبوع أحد المتخصصين بيتكلم عن حاجة في التراث المصري، في الهوية المصرية، في التاريخ المصري، مواضيع متعددة كتيرة جدا. ابتدى الصالون يعني يكتسب شعبية، وابتدى ناس كتير يحضروا، ومن خلال حضورهم للصالون ابتدوا ينضموا للجمعية. هاي يا فندم. هل كمان هل الجمعية ليها كمان دور في تنشيط السياحة؟ طبعا. احنا السياحة الداخلية، يعني انا عايز اقول لحضرتك انه سنة 2012 في عز البلد كانت فيها قلاقل كتير وفيها مشاكل كتير، الجمعية الوحيدة اللي كانت بتعمل رحلات هي جمعية المحافظة على التراث المصري. ولا كان بيهمنا أمن ولا كان بيهمنا خوف ولا بتاع، والناس كلها كانت مستغربة انتوا ايه اللي بتعملوه ده، لكن احنا كنا بنصر انه كل الأنشطة بتاعتنا ما تتأجلش،
يعني حتى المؤتمر السنوي اللي بنعمله في المجلس الأعلى للثقافة أصرينا أنه يتعمل وفعلا اتعمل، بالرغم أنه كان في بعض العناصر حاولت تفسد المؤتمر وتعمل دربكة كده يعني، لكن الأمن قدر يسيطر على الموقف. زي ما قول حضرتك إحنا متمسكين بهويتنا المصرية، وهو ده اللي مدينا القوة، أنه الهوية المصرية دي مش حاجة سهلة ولا حاجة يعني ملهاش لازمة، بالعكس كل ما تمسكنا بالهوية المصرية كل ما قدرنا نثبت نفسنا في الأرض ونثبت نفسنا في الوطن. حضرتك شايف يا فندم أن من خلال الجمعية مين أكتر الفئات المعنية بالأمر؟ بمعنى أصح مين الناس اللي حضرتك شايف أنه نلحقهم دلوقتي وفي نفس الوقت نعرفهم بهويتنا المصرية وبتراثنا وبحضارتنا؟ أكتر الفئات طبعا أكتر الفئات الناشئة الصغيرين الأولاد الصغيرة، ويمكن هو ده دور وزارة التربية والتعليم، وأنا في كل لقاء تملي يعني بكرر ذلك، المناهج بتاعتنا كلها عايزة تتنسف، خصوصا مناهج الأزهر، لأن كلها مناهج بعيدة تماما عن الهوية المصرية وبعيدة تماما عن الأصول بتاعتنا والحضارة بتاعتنا. احنا تقدمنا بأكتر من مرة، أنا أيضا عضو المجلس الأعلى للثقافة لجنة الآثار، وأكتر من مرة بنتقدم بطلبات للوزارة إن احنا لازم نعمل منهج للتربية الأثرية أو التربية المتحفية أو الثقافة المصرية، بحيث إنه ده يبقى منهج يعمم على كل سنوات الدراسة من أولى ابتدائي لغاية الجامعة. لا وبعد كده احنا بلدنا يعني عامل أساسي ومن دخلها القومي هي السياحة. طبعا طبعا. وبعد كده احنا يعني عندنا أنواع كثيرة جدا من السياحة، يعني فكرة عامة التعريف بأنواع السياحة للنشء وللعائلات المصرية أو المصريين عامة شيء مهم جدا. وفي نفس الوقت يا فندم أنا من خلال نهارك سعيد بيبقى عندنا لقاءات كثيرة جدا مع المهتمين بالآثار المصرية وكيفية الحفاظ عليها من نقدر نقول إهمال، وفي نفس الوقت في بعض الآثار الموجودة وسط البيوت الناس مش مهتمية بيها، حضرتك برضو معني بهذا الشأن؟ طبعا احنا خضنا معارك كثيرة في هذا المضمار واتضربنا في الشارع بسبب خير والله يا فندم، عشان في ناس كتير هنا كانت بتيجي بتعرض صورها كان الموضوع فعلا يعني محزن يعني احنا اول ناس نتصدى لمشكله شارع المعز لما فاروق حسني الوزير السابق بتاع وزير الثقافه كان حوله لمتحف مفتوح وقفل الطريق واتصرف عليه مبلغ كبير جدا. طبعا بعد الثوره انتهك هذا الشارع واتفتح وبقت تمشي فيه العربيات والتكاتك والكرو، وبقى حاجه يعني سيئه جدا. احنا اول ناس نتكلم عن هذا الموضوع وعملنا وقفه هناك واتضربنا هناك لان احنا طالبنا من الشارع يتقفل يعني. معلش يا فندم فدى القضيه فدى القضيه. طبعا في اواضي كتير، اخر حاجه احنا حاليا شغالين فيها ودي يوم 15، وانا من خلال البرنامج بتاعكم الجميل دوت انا بدعي كل الناس انها تشترك معانا يوم 15 يوليو. احنا عاملين مهرجان احياء مسار درب السباع اللي هو اهل البيت، وده نوع جديد من السياحة الدينية يجب ان نهتم به، لانه احنا عندنا مش عايز اقول لك كنز من الصحابة موجودين هنا في مصر. عندنا منطقة في المنيا اسمها البهنسة فيها 40 واحد من الصحابة مدفونين هناك ومحدش يعرف خالص. والمنيا لغاية النهاردة خالص. مرفوعة عن السياحة دي مأساة في حد ذاتها. المنيا دي من الظروف الأمنية اللي هناك، ظروف أمنية من سنة 81 المنيا مرفوعة من السياحة. لا أنا بتكلم، لا أنا بتكلم بس على يمكن ظروف الثورة. لا أنا بتكلم من سنة 81 من ساعة ما اتقتل السادات والمنيا مرفوعة عن الخريطة السياحية لدواعي أمنية. وإحنا حاولنا أكتر من مرة إن إحنا نقابل المحافظ ونحاول نفتح المنيا، الموضوع معرفش ليه صعب. عشان كده احنا بنعمل هذا المهرجان، هيبقى في ميدان السيدة نفيسة، لانه الشارع اللي احنا اخترناه اسمه درب السباع ده بيحتوي حوالي 10 نقاط اثرية فيها من اهل البيت، السيدة سكينة والسيدة رؤية والسيدة عتكة والجعفري والسيدة نفيسة. وفعلا يعني احنا بنتخيل انه السنة الجاية لازم الشارع دوت يبقى فيه مهرجان سياحي، وده احنا بنخطط له من دلوقتي، يستمر لمدة أسبوع، يبقى فيه فرق تراثية
في إشارة لكل المناطق الأثرية اللي موجودة في الشارع، الاهتمام بالشارع، رفع الكفاءة بتاعته، بحيث انه شركات السياحة تبتدي تحطه على خططها السياحية وتبتدي تجيب سياحة سواء خارجية او داخلية، لانه ده رافد هام جدا من روافد السياحة. وانا كنت في احد المرات بقول انه احنا المفروض نعمل موسم حج في الحاجات اللي عندنا اللي هي الخاصة بالصحابة زي السيدة زينب والسيدة نفيسة، لانه دول ليهم مريدين كتير جدا يعني. صحيح فعلا جدا، فلازم من جميع انحاء العالم كمان. بالظبط، لازم نهتم بالسياحة ديت ونعمل تنشيط ليها. واختيارنا حتى للتاريخ كان مرتبط بحاجة كويسة جدا، انه دخول السيدة نفيسة مصر كان 26 رمضان، و26 رمضان هيوافق يوافق 13 يوليا بنفس التاريخ بتاع السنة دي، يعني اليوم اللي هي دخلت فيه السنة دي بيوافق. لكن طبعا لظروف معينة ما بقاش 13 بقى 15، عشان 13 ده ليلة القدر، فهيبقى صعب قوي نعمل حاجة، فاحنا اجلناه من 13 ل 15، ونتمنى انه هذا المهرجان ينجح ان شاء وهيبقى الله سنوي باذن الله. اتمنى لك التوفيق باذن الله. هل في دعم بقى للجمعيه من الحكومه ولا لا؟ لا ده لو طالوا ياخدوا مننا هياخدوا. لا يعني الجمعيه يعني لا طبعا احنا ما بناخدش دعم من حكومي خالص، احنا كل الانشطه تم عن طريق تبرعات الأعضاء أو تبرعات مجلس الإدارة. لكن للحق يقال أنه الجهة الوحيدة اللي بتساندنا هي صندوق التنمية الثقافية، وقفت معانا أكتر من مرة ودعمتنا. إحنا كنا طبعنا مجلة اسمها تراثنا بس ما قدرناش نكمل، وقفنا. كانت صندوق التنمية الثقافية بيساعدنا فيه. أيضا المجلس الأعلى للثقافة طبع لنا 6 كتب من اصدارات الجمعيه خاصه بالمؤتمرات السنويه اللي احنا بنعملها. احنا كل سنه بنمسك محافظه بنعمل عليها دراسات الاثار والتراث اللي في المحافظه. هايل، عملنا البحر الاحمر وعملنا النوبه وعملنا الدلتا. اتمنى ان احنا يكون عندنا حلقات كمان متتاليه كتير جدا نتكلم على كل محافظه. يا ريت طبعا. انا اتمنى انه نعمل انتشار ونعمل، خصوصا انا يعني معلش انا نفسي المنيا نركز عليها، لازم المنيا ترجع تاني للخريطة السياحية. أيوة طبعا. المنيا فيها سياحة كل حاجة، مصري قديم قبطي إسلامي، وزي ما قلت لك يعني البهنسة فيها 40 واحد من الصحابة مدفونين هناك. كمان المنيا الجديدة أنا رحت مرات كان في طبعا فيها متحف رائع بتاع أخناتون، نتمنى أنه يخلص بسرعة. لا المنيا محافظة من المحافظات الرائعة. بني سويف، بني سويف فيها مكان احنا رحناه أنا أشك أن يكون حد يعرفه، اسمه كهف صنور. الكهف دوت كهف طبيعي اتكون من 150 مليون سنة ومن الكهوف المعدودة في العالم. هو كهف صواعد هوابط، يعني في صخور صاعدة وفي صخور هبطة، طبعا كونت على ملايين السنين. الكهف ده اكتشف بالصدفة أثناء عمال بتوع المناجم، هو أصلا كان منجم رخام ألاباستر. بينه وبين بني سويف أو بين بوابة بني سويف 24 كيلو، للأسف علشان تخش ال 24 كيلو دول معاناة، احنا خدنا 3 ساعات عشان نخش ال 24 كيلو. أعتقد دول لو اترصفوا يعني كلام فارغ يعني. طبعا. واتمنى وناشد المحافظ بني سويف انه يهتم بهذا الطريق ويعمل يعني ما تحسس انه جاهل قوي 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 يعني في حاجات مهمه جدا المفروض الوقت يبقى عارف عمله. لا يا فندم يعني اسمح لي بعد اذنك يعني توعدنا ان شاء الله نحاول يكون عندنا احنا حلقات على قد ما نقدر. انا تحت امركم، وبعد كده هيبقى معانا صور بقى باذن الله. عشان نقدر نحاول، بس احنا كمان لازم يكون لنا دور في تنشيط سياحه بلدنا وفي نفس الوقت تعريف كمان بيها. وصدقني والله صفحات الفيسبوك والحاجات دي كلها ليها مردود سريع جدا عند المسؤولين. لو عملنا سبعه وعملنا قضيه مع معينه والناشط انا مش احنا طبعا باستمرار يعني احنا باستمرار يعني الانشطه بتاعتنا بتتغطى من خلال الصفحه. ويمكن من ضمن القضايا المهمه اللي نجحت فيها الجمعيه هي قضيه دير وادي الريان بتاع الفيوم، انه وزاره النقل كانت عايزه تعمل طريق يخترق المنطقه الاثريه في الدير، احنا وقفنا لهم بالظبط وعملنا مؤتمر صحفي ونجحنا الحمد لله ان احنا نبعد الطريق 4 كيلو بعيد عن الدير. واحنا معاك بقى، احنا هنتخانق معاك. انا بس عندي حاجه سريعه عشان وقتي قرب يخلص.
انا كمان عارفه ان جمعيه ليها كمان نشاط في تطوير العشوائيات. بالظبط، احنا كنا من حوالي 3 سنين طرحنا مشروع على نائب المحافظ المنطقه الشماليه لتطوير احد المناطق العشوائيه في رود الفرج، وقدمنا مقترح كامل بهذا الفكر، والراجل رحب بيه جدا، لكن كالعاده طبعا اتحط في الدرج. احنا بنعمل حاجه بديله يعني بامكانيات بسيطه اسمها حمله شرعك عنوانك، واحنا ابتدينا فيها ونجحنا الى حد ما في ان احنا نعمل هذا الموضوع، انه نشرك إيه الاهل اهل الشارع في تطوير نفسها. الشارع نفسه، في تجميله وفي نظافته. وفعلا احنا اخترنا شارع في رود الفرج ورئيس الحي تفاعل معانا وابتدينا الحمله، ويعني الى حد ما ماشيين فيها يعني. مهندس ماجد الراهب رئيس جمعية الحفاظ على التراث، بشكرك يا فندم واتمنى لك يوم سعيد، وبليز يا ريت حضرتك يعني يعني احنا هنوجه لك الدعوة مرة أخرى، فيا ريت حضرتك ما تخافش علينا. أنا تحت أمركم طبعا، بالعكس أنا يهمني جدا إنه الإعلام يركز على المناطق الأثرية الغير مطروقة، وده شيء مهم. بالظبط، وطبعا ولو في أي مشاكل احنا مع حضرتك نتخانق معاك يعني مفيش مشكلة. خلاص يعني أنا همسك فيك يعني. بليز اتفضل أي وقت بيت حضرتك. شكرا، اشكرك يا فندم واتمنى لك يوم سعيد. شكرا. فاصل سريع ونكمل معاكم باقي فقراتنا مع شريف نور الدين، فخليكم معانا.